ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. احنا شغالين في الشوربة. ايه اللي حصل في الفاصل يا عم الشيف؟ للأمانة وللمصداقية اللي تعودنا دايما عليها من الشيف المغازي على شاشة التلفزيون المصري، ان انا طبعا بغلي الشوربة، دي رقم واحد. رقم اتنين، خدت الخضار بتاعنا وطحنته في قلب الكبة، وتعالوا نصفي مع بعض كده الشوربة الحلوة دي كده. الله اهي، بص على الشوربة دي بقى، هم دول الموضوع. تعملها بقى شوربة كوارع. الله الله الله، عايزاها بالشعرية؟ حط شعرية. ألف هنا وشفا. الخضار اللي احنا قطعناه هنا معانا بسلة بنحطها. طبعا الشوربة المونستريني من المطبخ الطلياني، مكوناتها تشكيلة من الخضار، لسان عصفور بديل له شعرية زادت حبة، ممكن تحط رز عادي مفيش أي مشكلة. الخضار معايا جاهز، بسقطه هنا على البسلة. كوسة، بطاطس، جزر. شوف متقطع ازاي ناعم اهو. الشوربة دي انا بحبها على فكرة. ليه بقى؟ كبار السن سريعة المضغ سريعة الهضم، الاطفال سريعة المضغ سريعة الهضم. نعم، ما ينفعش افرم البسلة مع الخضار. سؤال وجيه جدا مخرجنا عم الشفيق والله العظيم، بيقول لي ليه ما حطتش البسلة مع الكوسة والجزر في قلب الخلاط؟ انا عايز احتفظ بالسكريات اللي موجودة في حبة البسلة، لما اجي اشرب الشوربة دي وتيجي تحت اسناني كده بتديني طعم تاني مع رونق وطعم الشوربة الجميلة الحلوة. اسيب الشوربة على النار. طبعا اللحمة فيها التوابل، فيها كل حاجة. خلصنا من الشوربة كده، ناخدها على النار دي ونشتغل على النار دي. البسلة انا جبتها عادي من الفريزر كيس عادي، وجزر طبعا فرمته في الكبة مع كوسة وبطاطس وكرفس كل ده، وشوربة اللحمة يا أم اللي كانت معانا من البداية خالص، اللحم اللي أنا استقطبته من شرايح اللحم اللي كانت عندي عشان عملت اسكالوب منها، والمقادير على الشاشة. ما إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الصورة الحلوة؟ لما أقول يا إخوانا يا جماهيرنا يا متابعينا على كل أنحاء العالم من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، دايما المغازي يقول وصاحب مقولة الصورة على شاشة التلفزيون المصري تعني مليون كلمة وليس ألف كلمة عن ثقة. شفت الصورة اهي، شوربة الخضار المنستروني مع البسلة مع شوربة اللحم اللي أنا استقطبته من الإسكالوب جاهزة. للأمانة وللمصداقية معانا شوية كرفس. كرفس بتحط على الشوربة بعد ما تترفع من النار. اه يلا نقدمها. ألف هنا وشفا. لا خالص ما تاخدش نشا، لا نشا ولا دقيق الشوربة خالص، هي مش محتاجة. ممكن للأمانة تاخد شوية لسان عصفور إذا أنت حابب يعني. نخلي الشوربة هنا جنب الإسكالوب. حاضر حاضر يا باشا، هلم أهو نغرف الشوربة. الله، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ الله، كبار السن تاج على رؤوسنا، أطفالنا مستقبلنا بين إيديكم، شبابنا مستقبلنا بين ايديكم. الشوربة دي مفيدة جدا، فيها الهوبر، فيها الفيتامين. اهو انا مش عايز، خد بالك انت يعني اتدلع وانا بصبها. اهو خلاص خلصت، ادي الشوربة زي الفل. اخبار البرغل ايه يا عم الشيف مع ورق العنب؟ الاختراع اللي انت عامله ده، شوف الاختراع. هنغرفه هنا برضو جاهز. الله اكبر. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.